ديفير نيوز. في ديفير نيوز نحكيه اليوم اقتصاد. نحكيه على الاتفاقية اللي تم إمضاءها نهار الجمعة بين رئيسة الحكومة ونوردين الطابوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الاتفاقية هذه تنجم تسرع من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإلا لا، وشنو الأفاق اللي تنجم تفتحها خاصة نحكيه في الشأن الاقتصادي التونسي. يحضر معنا بالتليفون الخبير الاقتصادي سي حسين الديمي. مرحبا بك على موجة الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك سي حسين، عايشك. يحضر معايا في الأستوديو كما العادة سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. كما كنت تسمع سي حسين، البارح نهار الجمعة كان تم توقيع الاتفاقية كما قلت بين رئيسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. نعم، الاتفاقية هذه باش يكون عندها أفاق طيبة على الشأن الاقتصادي، باش من شأنها باش تنهض بالشأن الاقتصادي والتسريع زادة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هو تو انت طرحت زوج سؤالات في سؤال واحد، يعني خلينا نخلي لك المجال اللي كنت بالسؤال. هو قلت عندوش تأثير على دفع الاقتصاد ويعني التنمية إلى غير ذلك. هذا ما نجموش نقوله وما نجموش نحكمه إلا ما نشوفه شو بش يصير على الميدان. يعني خاطر هو شنو هو؟ هو اتفاق بين زوز أطراف ونجمو نقولوا ثلاثة. هو خاطر طرف الحكومة راهو دخلوها هما معاهم باش يتفقوا في المفاوضات حول الوظيفة العمومية، يعني الأجور والمطالب بتاع الوظيفة العمومية. اما هما توا اهم شيء في هذا في الحدث هذايا هو ايش باش تكون العلاقه بين زوج الاطراف الاساسيه اللي هي تحدد مصير الاقتصاد، وهو اتحاد الشغل واتحاد الاعراف. يعني واحنا كيما قلت لك ما نجمو نحكموا الا بنشوفوا شنو باش تؤدي ليه النتائج. خاطر هو شنو الاتفاق على معناها فتح المفاوضات من جديد بين الاطراف. ايه هاي يس وباهي، كي نقعدوا ديما على الطاوله ونحاولوا معنا نقربوا من المواقف نتاعنا والمطالب نتاعنا الى غير ذلك، لكن السؤال يبقى مطروح شنو النتيجه في الاخر؟ باش نوصلوا لاتفاق والبلاد ما توقفش بهالاضرابات، يعني العشوائيه الاضرابات اللي تمس قطاعات كامله ومده طويله الى غير ذلك، والا باش تضع لها حد ووقتها ممكن الاقتصاد يتنفس شوي. فهمتني؟ هذا من ناحيه تاثيره على الاقتصاد. من ناحيه فتح الباب اللي معناها الموافقة متاع صندوق النقد الدولي حول السند اللي بش الجديد الثالث اللي بش يعطيه لتونس، هذا معناها يبقى معناها يعني مشكوك فيه بشكل كبير. أنا الحقيقة مانيش على خاطر هي توا الاتفاق متاع صندوق النقد الدولي مربوط بالمسائل هذه بين الأطراف الاجتماعية في تونس، هي هذيك منها جانب، أما مش هذا الكل. مش إذا كان هما قعدوا مع بعضهم وصحوا في اتفاق باللي استأناه في المفاوضات حول الأجور وحول كذا، هو هذا اللي باش يخليه صندوق النقد الدولي يغير الموقف نتاعه بشكل جذري وممكن يساند تونس من جديد في أسباب أخرى إلى غير ذلك. أنا الحقيقة استبعد بشكل كبير وكبير جدا هذا. علاش؟ لأنه هالجانب هذايا مش هو المطلوب من طرف يعني صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي الشيء اللي طالبه في الجانب هذا، يعني بتاع الأطراف الاجتماعية والنقابات وكذا، هو أنه هذه توافق على البرنامج الإصلاحي بتاع الحكومة. ولكني لحد الآن الاتحاد الشغل واتحاد الأعراف ما عملش موقف أنه يوافق بدقة وجدية البرنامج منها متاع الحكومة. هذا جانبه، مش هذا الجانب الوحيد اللي هو مربوط به الموافقة متاع صندوق النقد الدولي على السند أو لا. أما الزوز الأخرين الأساسيين إلى حد الآن ما وقع فيهم حتى شيء، يعني ولذا ما نراش انا علاش صندوق النقد الدولي باش يغير الموقف نتاعو. هو شنو الاولاني الاصلاحات الاساسيه المطلوبه والى حد الان ما عملنا حتى خطوه فيهم.
حتى شيء، فهمتني؟ إلى حتى هذه الساعة بما فيهم وبالخصوص يعني الإصلاح في يعني المالية العمومية، لكن مش فقط والمؤسسات العمومية ويعني الصندوق الدعم وإلى غير ذلك وكتلة الأجور، كل شيء كل شيء. يعني هو المطلوب عدة إصلاحات، هو هذا صندوق النقد الدولي. أنا مش موافق وراه ولا معاكس ولا، أما نقرأ الأمور كما هي. وكهو صندوق النقد الدولي طالب عدة إصلاحات، إلى حد الآن ما عملنا فيهم حتى خطوة. هذا الأولى. الثانية، راهو الصندوق النقد الدولي ما هوش باستمرار لسان الدولة في منها الخروج من أزمة معينة، سواء على مستوى المالية العمومية أو على مستوى المبادلات الخارجية يعني التجاري. يعني ما هوش باستمرار هو معمور، مش بنك منها صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هو صندوق للإسعاف، وصندوق الإسعاف يسعفك مرة مرتين، فهمتني؟ الأقصى شيء، ولكن إذا كان أنت ما استجبتش للشيء اللي هو يطالب به وقتها، فهمت؟ لا هو بيدو يبدل الوجه. وزيد اللي يزيد الطين بلة هو أنه رئيس صندوق النقد الدولي الحالية ما هاش شبيهة لسبقتها، راهو عندها مواقف يعني صارمة جدا إذا مختلف البلدان، مش إذا تونس فقط، مختلف البلدان اللي ما يستجيبوش للشيء اللي طالب به صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم دولة معينة. ولذا أنا استبعد بشكل كبير كبير يعني هل السند الجديد أو الإضافي من طرف صندوق النقد الدولي تونس، ولا صار هذا بين الطرف الاجتماعية هو بيناتهم، مش معناها مربوط بالإصلاحات المطالبة بها، معناها مطالبة بها. نعم. سحسين، نبقى فيما وقع بين الأطراف الاجتماعية، تراش أنه هذه الجلسة وهذا الاتفاق والحوار واللي قام على الحكومة ثم مقابلة الرئيس هو فقط فعل سياسي بالأساس، ولأنه ما خرجش عليه رزنامة قابلة للقيس تقول أنه ثم اتفاق مش يقع في مدة كذا، ثم تطورات على مستوى جانب، ثم شنو الإصلاحات، يعني هو لقاء سياسي أكثر لأكثر لأقل. أنا موافق تماما، ولكن يبقى السؤال في سؤال. نعم. شنو هو الواقع السياسي أو على الأقل الإطار السياسي اللي تقع فيه هذه المقابلة؟ يعني هو شو غايته السياسية؟ هو فتح حوار، حوار جديد. نعم. حوار سوري يعني. فتح حوار بين الأطراف الاجتماعية، يعني هو تعرف أنه كانت لغة الحوار معطلة، وأن مثال الطبوبي عنده مدة ما قابلش رئيس الجمهورية. لا 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 لا، شو أسمع، راهو كلمة حوار هذه كي هكا نأخذها هكا منعزلة تعني عدة أشياء، راهو فهمتني؟ الحوار المطالب به من زمان لتحسين العلاقة بين مختلف الأطراف الاجتماعية. نعم. سياسيا واجتماعيا واقتصاديا غير ذلك، هي فتح حوار حول الإصلاحات الكبيرة التي تستحقها البلاد، مش باش يستانفوا معناها التفاوض حول الأجور. هذا ما عندوش معنى سياسي، هذه حاجة عندها سنين بل عقود أصلا، فهمت؟ الله فهذه حاجة جديدة ولا، فهمت يعني؟ هنا بطبيعة الحال ديما يلزم معناها إطار هكا قانوني نقوله بين طرفين. نعم. باش نواصلوا معناها نطوضوا. أما أنا رأيي ما عندوش حتى علاقة بالشيء المطالب به من زمان، يعني سواء من الأحزاب، سواء من المنظمات الوطنية، سواء من المؤسسات الخارجية العالمية. هو حوار عميق ومركز حول الإصلاحات الكبرى اللي لازمها تصير في البلاد، هذا ما فهمش منه. واني ما نصورش اللي صار هذا يدخل في الإطار هذا، ما نصورش يعني المطلوب هو اليوم النظر في إصلاحات اجتماعية واقتصادية أعمق من اللي تم الإعلان عنها، ولو أنه حتى الاتفاقية ما كانتش واضحة برشا بين الاتحاد وبين رئيس الحكومة، بين الاتحادين بالطبيعة. لا، هو زاد وضح شوية السيد الطبوبي. أي. وقال هو بنفسه بمناب طوى ممكن أمس، والله أي البارح كان عمل تصريح الطبوبي. قال راهو شيء اللي عملناه واحنا والاتحاد والحكومة ما هوش جديد، هو بنفسه قال هكا.
معناها مجدي يعني باش نواصلوا كما قلت لك باش نستنفوا التفاوض حول الاجور. ايش الاجور شي هذه ما عندها حتى ما وقع. هذيك هي حاجه تقليديه قديمه ممكن رقدت شويه بعد الكورونا وال يعني كذا باش يعاود اثارتها وقو. اما انا معناها من رش شنو باش يكون انعكاسها السياسي ولا انعكاسها فهمت يعني حتى الاقتصاد والاجتماعي. هذا من زمان رغم فما تفاوض معناها بين الاطراف باش يراجعوا في الاجور وهذا مش جديد يعني. حيث انا رايي هالحدث هذايا بجمله واحده نعم خذي حظ اكثر من اهميته وقيمته بكثير. حاجه تقليديه روتينيه معناها احنا اعطيناها معناها قيمه اكثر من الحقيقه نتاعها يعني. في المقابل سي حسين المواطن التونسي انتظاراته كبيرة خاصة على ضوء التغيرات في العالم وارتفاع الأسعار وشح بعض المواد. يعني هل أنه بهذه الإجراءات وبهذه اللقاءات يمكن أنه التونسي يرى غدا أفضل يعني يرى حوايج خير أو أنه مش نواصله هانو مسكنات تلقاو جماعة حكاو وحن نحكيو عليها بالطبيعة كما نسمع؟ لا ما نصورش ما نصورش أنا ما ثماش ونقول لك علاش ما نصورش. على خاطر المواطن راهو هالامور هذه وهالسياسيه وهالامور كذا راهي صوره عامه. تو انت تعرف اكثر مني انت معناها ممكن موجود اكثر على الميدان. راهو التونسي اغلبيتهم الساحقه نعم راهم ما همش يستناو في الاتفاقات ويستناو في كلاله يهمو كيمشي للسوق سي حسين وقتاش وقتاش الاجر اللي عنده ويخولوا او المدخول اللي عنده يخولوا باش يوفر الحد الأدنى الأساسية لعائلته. هذا نعم. هو راه الشيء اللي يقلقه الشيء اللي حيره التونسي راه. ولذا وقت نشوفه كيفاش قاعدة سير الأمور فهمتي توا مثلا أنا أمس برك واحد صديقي قال لي راه الحاجة تولت من الأمور الأساسية يعني في استهلاك المواطنين والعائلات التونسية اللي هي فهمت الله يعني الدجاج يعني اللحوم تاع الدجاج اللحم الدجاج نعم اي لحم الدجاج قال لي راهو باش يسكروا المعامل باش يسكروا مع سمنتاج. علاش قلت له شو هذا صار؟ قال لي المعامل قالت احنا اذا كان باش نواصلوا يفرضوا علينا السعر اللي نبيعوا به توا راهو ما عادش نلقاو حسابنا فهمتني يعني ارتفاع تكلفه الانتاج وهذا يعني. وهذا تعرف من ناتج ولا ناتج انه في عوض باش نساندوا المنتجين فهمتني نساندوا في المستهلكين اي ونساندوا المستهلكين الى حد معين اي اما ما نجموش نساندوهم الى ما نهايه له ونفلسوا المؤسسات فهمتني. ولذا مخ الهضره فهمت الله هو انه البونسي اللي يهم هو حياته وشيش كل يوم وهو كيفاش نجم يعيش ولكن احنا قاعدين نبعدوا معناها بشكل كبير على معناها هواجس وفهمت الله يعني القلق نتاع المواطن نبعده بشكل كثير ومش اتفاق كما هذا هو ممكن بيدو احنا كنتي وانا ما نفهموه مليح مليح شو المحتوى هو ما كانش واضح هو حتى في البلاغ الصادر عن رئيس الحكومه صحفيه وانا والسيد اللي معاك ما فهمناش بالضبط ونقاط استفهام زاد عند المواطنين يفهم الشيء هذا ويعطيها اهميه ويعطيه قيمه ويربطوا بحالته معناها يعني الاقتصاديه والاجتماعيه اي انا ما نتصورش الامور هذه. اسمع شوف البلاد اليوم حاشتها في اشياء اللي المواطن يحس بها بصوره حينيه سواء ايجابيه او سلبيه لكن يحس بها فهمتني. الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه انطور نوران يعني قاعدين ندوروا حول فهمت لا كذا في كل الميادين سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا مع الاسف الى حد الان هذاك هو الواقع بتاعنا المرير لكن هذاك هو. يعطيك الصحه سي حسين الديماسي الخبير الاقتصادي.